إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإخوتنا من النار. أيها المؤمنون والمؤمنات، ما زلنا مع أيام الفضل وأيام الخير، ما زلنا نعيش الأشهر حرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى وخصها بالتعظيم، ما زلنا مع الأشهر الحرم التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأجر مضاعفا، كما جعل جزاء السيئة مضاعفا فيها. نعيش اليوم بحول الله سبحانه وتعالى مع النواهي التي جاءت في هذه الآية الكريمة، مع قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إخوة الإيمان، الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المؤمن غدا يوم القيامة ينظر بنور الله، المؤمنون غدا يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فإن الظلم أو الظالم على عكس ذلك. والظلم أقسام ثلاث: ظلم الإنسان لنفسه، وظلمه لخالقه، وظلمه لغيره. الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إخوة الإيمان، بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالظلم ظهر الفساد في البر والبحر، والضدان لا يجتمعان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا الوعاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان، إذا صلح الجسد كله لا يمكنه أن يحمل شيئين متناقضين: إما أن يملأ بالإيمان فيسري النفع على الجوارح، وإما والعياذ بالله أن يملأ بالظلم والفساد فيسري كذلك هذا الظلم على الجوارح. اتقوا يوما يحشر الله سبحانه وتعالى فيه العباد، فينادي سبحانه: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة.
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة أن يطالبه بمنظمة. هذا عدل الله سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرم الله الظلم في الأشهر الحرم، ثم خص من ذلك حرم الله الظلم في سائر الشهور، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرام، وعظم حرومتهن وجعل الذنب فيهن أعظم، جعل الذنب فيهن أعظم جرما، وجعل العمل الصالح والأجر فيهن أعظم كذلك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن الظلم أيها المؤمنون والمؤمنات خطيئة تصاعدية، إن أصاب المجتمع شيء منها تراكم عليها ظلم أكبر حتى تصبح ظلما أو سلوكا اجتماعيا ظلمات بعضها فوق بعض. فلا يشعر الظالم بظلمه لغيره، فيتصاعد الظلم من النفس للأقارب والأسرة والمجتمع، فيظلم الإنسان بذلك دينه ونبيه وأحكام شرع خالقه. وحينها إخوة الإيمان، حينها تصبح النفس تعشق الظلم وتشمئز من الحق. ومن أشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، فيكون ظلم النفس هو النواة التي تتفرع عنها كل المظالم. حينما يظلم الإنسان نفسه يكون هذا الظلم هو النواة التي تتفرع عنها كل المظالم، فيظلم غيره ويظلم خالقه ويظلم مجتمعه، فهي النواة التي تتفرع عنها كل المظالم. وحينها تغيب الرقابة الربانية وتعمى البصيرة. قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن أشهر الظلم ما آثاره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بقوله: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. نعم أيها المؤمنون والمؤمنات، وحفاظا على النسيج المجتمعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ولو بكلمة في عرضه. أي أن يعتدي الإنسان على غيره، أن يظلمه ولو بكلمة واحدة. فالكلمة يتلفظ بها الإنسان من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يتثبت في صحتها، فتهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. قال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فرب كلمة من سخط الله يغضب بها الرب سبحانه وتعالى على قائلها. لا يتجسر الإنسان على ظلم العباد ويتحصل بذلك على غضب الرب بشبر يلتقمه من غيره ظلما، فالشبر بسبع فكيف بالعقار والبنيان. فالظلم إخوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سئل، يعني كان يعظ ويحذر من الظلم والاعتداء، فقيل له يعني في الشيء اليسير، حتى في الشيء اليسير، قال: وإن كان قضيبا من أراك. ذاك المسواك إذا أخذته من أخيك المسلم بغير حق، الله سبحانه وتعالى يقتص منك له، بل إن الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ديك الشاة اللي ما عندهاش القرون كتنطحها واحدة أخرى في حياة الدنيا،
غدا يوم القيامة يحييهما الله سبحانه وتعالى فيأمر التي لاقتنا لها أن تنطحها كما نطحتها في الدنيا فيقول لهما كونا ترابا. هذا من عدله سبحانه وتعالى. نعم أيها المؤمنون والمؤمنات، يتحصل بذلك الإنسان أو الظالم على غضب الرب سبحانه وتعالى بشبر يلتقمه من غيره ظلما وعدوانا. فالشبر بسبع أراضين، إذا أخذ الإنسان شيئا من الأرض ظلما وعدوانا غدا يوم القيامة يطوق بها بسبع أراضين. عقود تبره بأياد ظالمة وأيمان تهز عرش الرحمن من شهادة الزور، ليملك الإنسان عرضا زائلا من الدنيا فيجني عواقبها الواقبة غدا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فليفزع الظالم لمولاه، إن موت القلب من أكبر المصائب إن لم يتدارك الظالم ذلك قبل فوات الأوان. وإن من أعظم المصائب أيها المؤمنون أن يموت الخوف في خلق الإنسان وهو على قيد الحياة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا يغتر الظالم بصحبته ولا بماله ولا ولده ولا لسانه ودهائه، فإن ذلك كل يذهب مع آخر نفس من هذه الدنيا، ولا يبقى معه إلا ظلمه وعدوانه. فإن الأعمال هي التي تصاحب الإنسان في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب مع الميت ثلاث، يذهب معه ماله وأهله وعمله، سواء هذا العمل كان صالحا أو غير صالح فهو يبقى معك في قبرك. فيعود الإثنان، يعود المال والأهل، ويبقى مع الإنسان العمل، ولا يبقى معه إلا ظلمه وعدوانه وتعديه. فإذا ظلم الإنسان فليعلم علم اليقين أن الناصر للمظلوم هو الله جل في علاه. إذا دعتك قدرتك على غيرك فتذكر قدرة الله عليك، فلعل القادر سبحانه وتعالى يعطي الأوامر لأدق عرق وأصغره في جسمك بالتوقف عن العمل، فتفشل الحركة ويتفاحش الألم وتتصبب مصائب الدنيا على الجسم فترديه. نعم أيها المؤمنون والمؤمنات، نقل عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا غير الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله ناصره فلا يذل ولا يخاف ولا ينهزم، وفي المقابل فإن المنهزم هو الظالم حتى لو ظهر أنه علا وارتفع وتجبر. قال سبحانه وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون. ومن الذل والمهانة التي يجدها الظالم أنه يحرم الهداية أو يحرم الهداية والتوفيق. قال سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأنه كذلك مستحق للعنة الله. قال الله تعالى: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن خسارة الظالم أنه إذا مات على ظلمه ولم يتب ولم يتحلل من المظلوم فإنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فليتذكر وليعتبر كل ظالم أن بعد المتعة شقاء، وبعد الصولة والجولة لقاء، وبعد التمرد والعصيان حسرة وبكاء. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هكذا إخوة الإيمان تكون نتيجة الظلم، فعواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة.
في الدنيا ينال الإنسان الذل والهوان، وينال حقد الناس عليه، وينال كراهية الناس عليه، وفي الآخرة يعظم الجزاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وما فيه من الآية والذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذاب أليم، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من نتائج الظلم والتعدي كثرة الجور والعصيان وزرع الحقد والكراهية وانتشار لغة الأنا والحديث عن الذات والانتصار للنفس وإعجاب كل واحد برأيه ووجهة نظره وإن كانت على باطل، وكل ذلك بين أبناء الأسرة الواحدة أو المجتمع المتماسك أو الوطن المستقر، والظالم هو أحد أفراد هؤلاء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يرجع إلى الندم. تنام عين الظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلم. أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه أحمد باختلاف يسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادي، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام ويفتح لها أبواب السماء، فيقول الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيا خسارة من رفعت ضده دعوة مظلوم إلى رب العزة، فتعود مستهدفة صحته أو ماله أو ولده أو دنياه بشكل عام، حتى إذا ما أصبت الظالم تذكر ظلمه وتجلى ندمه، ولا ينفع حينها ذلك، لأن الأمر قد قضي وانقضى، قد انقضى، والدعوات قد استجيبت لصاحبها المظلوم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم أجرنا من الظلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت اللهم ربنا وتعاليت. اللهم ربنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وخصوصا إخواننا، اللهم انصرهم يا ربي نصرا عزيزا، إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم أعينهم على من بغى عليهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا رب داوي جرحاهم واكس عراهم واكفيهم شر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اكفيهم شر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اكفيهم شر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم فاكتب له الشهادة، ومن عاش منه فأيده ووفقه وأعنه وانصره يا رب العالمين.
وأهزم عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انتقم للمظلومين، اللهم انتقم للمظلومين، اللهم انتقم للمظلومين يا رب العالمين، اللهم انتقم لهم يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر من قلته أمور عبادك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر ونصر تعز به الدين وترفع به شأن المسلمين في بلدنا هذا الأمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده وسائر أسرته وشعبه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ويسر مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد وانقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وألحقنا به المسلمين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا رب اشف كل مريض واعف عن كل مبتلى ووفق الجميع لما تحب وترضى. يا رب انك على المتشاور قدير في الاجابه الجدير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.